علي شورابي قاضي منذ أكثر من 30 سنة، نائب الأول الوكيل العام بباجة، ترشح سابق لرئاسة الجمهورية. نقيم قانون الاحتفاظ، برشا ينتقدوا في هذا القانون لأنه الإجراءات تسير بسرعة وحقوق الناس تضيع، شو رأيك؟ هذا التقييم غير صحيح، وأنا أعتقد أنه الاحتفاظ بالمعطيات الإجرائية الجديدة تعاون المتهم وفي خدمة حقوق الإنسان وفي حق في خدمة ذوي الشبهات، ونعتقد أنها تعطي فرصة لحضور المحامي إلى جانب المشبوه فيه أو المشتكى به، والنيابة العمومية قائمة بواجبها وتمارس حصص الاستمرار وتتعاطى مع القضايا هذه اللي فيها احتفاظ كان يقتضي الأمر يوم أيام السبت وأيام الأحد وكامل أيام الأسبوع، وما نعتقدش أن هي مضرة بالمتقاضي، بعكس ذلك هي مفيدة. وضح المسألة أكثر، في بعض القضايا أو في أغلب القضايا التي يكون فيها أكثر من متهم 24 ساعة و 48 ساعة غير كافية للقيام يعني بالأبحاث اللازمة للوصول إلى الحقيقة أو جزء من الحقيقة، وهنا يكون الإفلات من العقاب، وأغلب الأمور تنتهي معتها بإطلاق سراح المتهمين ثم يثبت بعد أنه هما مورطين. هذا غير صحيح، هذا كلام على عوائله. والبحث الأولي اللي تقام في فترة الاحتفال هو بحث أولي، والنيابة العمومية عندها الحق تأذن باستمرار الأبحاث عند من تراه صالحا من الفرق المختصة بالبحث مركزية كانت أو جهوية، وإن ترى لها أن تلك الأفعال تشكل جنايات فهي بطبيعة الحال سوف تحيل الموضوع إلى قلم التحقيق، إلى قاضي تحقيق، إلى أحد مكاتب التحقيق، وله مدة معلومة توصل حتى 14 شهر لممارسة أعماله في البحث وتقصي الحقائق، يمارسها شخصيا ويمارس أيضا بالتعاون مع الفرق البحث المتخصصة سواء فرق أو مراكز بحث أو كذا. هنالك من يتهم القضاء بإطلاق سراح المتهمين، والكلمة التي تستعمل كثيرا في الشارع الأمن يشد والقضاء يسيب، أي التساهل مع المتهمين، وهذا ما شجع على انتشار ظاهرة الإجرام في مجتمعنا. تتقالت عدة مرات العبارة هذه، وذلك أصل الأمور أنه القضاء يشد، ولكن أيضا يشد بإذن النيابة العمومية. الأمن يشد، الأمن يشد بإذن القضاء، ما يشدش الأمن من رأسه. الأمن يوقف الناس تحفظيا بإذن النيابة العمومية مش من رأسه. إذن القضاء هو اللي يأذن بالإيقاف التحفظي أو بالإيقاف، والقضاء هو اللي يأذن بالإفراج. ولا يمكن الأمن لمأمورية ضابطة العدلية أنهم يوقفوا الناس من تلقاء أنفسهم، كل أعمال الاحتفاظ أو الإيقاف التحفظي أو الإيقاف أعمال قضائية، والقول هذه هو قول متاع شارع متاع الناس غير مختصين في القانون. والأمن يشد والقضاء يسيب، هذه القضاء هو اللي يأذن بالإيقاف، والقضاء هو اللي يأذن بالسراح، والقضاء هو اللي يوقف، والقضاء هو اللي يسيب. هذا واضح، لكن في بعض الأماكن معناتها يقولوا أنه الأمن يبذل مجهود كبير لإلقاء القبض على مجرم أو متهم، وأحيانا المتهم هذاك أو المجرم يروح قبل ما يرجع الأمن للمركز العمل متاعه، وهذا ما يجعل البعض يتحدث على غياب الصرامة وفي السهولة أو في إطلاق سراح ناس معتها ما يزمش يتسيب. لا يمكن للمأمورية ضابطة العدلية من شرطة ومن حرس من ديوان وغيرهم أن يتحفظوا على المتقاضين أو ذوي الشبهات أو المواطنين إلا بإذن النيابة العمومية، بحيث هذا كلام مردود على أصحابه، والقاضي هو اللي يوقف والقاضي هو اللي يسيب. مأموري الضابط العدلي يمارسوا وظائفهم تبقى للفصل 10 من مجلة الإجراءات تبقى القانون، ولكن تحت سلطة القاضي وبإشراف القاضي وبإذن منه. اتهام القضاء بالفساد، اتهام بعض القضاة بالتلاعب بملفات المتقاضين
أمر أصبح يحكى عليه في الشارع، أصبح يتردد على العديد من الأنسن، ما مدى صحة هذا الكلام؟ فساد القضاء، الفاسدون هم وحدهم الذين يتهمون القضاء بالفساد، وسنقضي على الفاسدين ممن يتهمون القضاء بالفساد بصرامة القانون. فهمني أكثر. كلام فارغ، ثم ناس يحبوا يشوهوا الدولة، يحبوا يبركوا الدولة، يحبوا يقضيوا على الدولة ما تونسية الأصيلة. لنا قضاء أصيل ومتأصل، ومن أفضل ما هو موجود من 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 أشخاص، من أداة، من سلطة قضائية مشرفة في شمال إفريقيا، وما هم مش خير من الطلاين، وما هم مش خير من الفرنسيس، والقضاء التونسي يفاخروا به. وهالغربان الناعقة ما عليها كان تشد الأوكار متاحها والجحور متاحها. يعني القضاء التونسي قضاء نزيه ولا وجود لملفات فساد. القضاء التونسي يشرف تونس، وهو مفخر من مفاخر الدولة التونسية، ولا مجال للتشكيك فيه إلا من طرف بعض الذين ما يسرهمش أن القضاء تصدى لبعض الفاسدين وطبق عليهم القانون، ومنهم الآن من هو موقوف، ومنهم من هو بحال صراحة وبصد المحاكمة. ولا يمكن تشويه القضاء التونسي، لأنه من تشويه الدولة التونسية، ويطلق ذلك بعض الناس اللي هم مسهم، معناتها مسهم القضاء، مسهم ردع القضاء لأفعالهم، فيسيبوا الأبواق متاحهم للمس من القضاة. وأيضا هناك من له نيات ربما لسائل الدولة التونسية، والدولة قائمة بسلطة ثلاثة، وهي سلطتها القضائية، وسلطتها البرلمانية، وسلطتها التنفيذية. والدولة التونسية متواصلة ولا بيسمو من ركائزها قضاؤها، وهم شرف للتوانسة كل ومفخر للتوانسة كل. مدى استقلالية القضاء، القضاء والسياسة، هل قضاؤنا التونسي مستقل؟ هل يتدخل الساسة في قرارات القضاء؟ هل يتدخل السلطة التنفيذية في قرارات القضاء؟ ولا ذلك العهد بعد 14 جانفي، ولا العهد الذي يؤمر فيه بعض القضاة بإعطاء مسارات معينة لبعض القضايا، ولا فإن ذلك القضاة يتعرضوا يعني للمظالم في مسارهم المهني. هذا عهد ولا. والآن يسير القضاء مجلس أعلى القضاء منتخب، فيه قضاة، فيه محامين، فيه عدول تنفيذ، فيه أساتذة جامعيين، فيه مستقلين، بحيث ما فيش وزير العدل الآن ليس نائب لرئيس المجلس على القضاء، لا. رئيس الجمهورية ليس رئيس المجلس على القضاء، لا. القضاة في مسارهم المهني يرجعوا للمجلس على القضاء، ولا يمكن لأحد أنه يمسهم بأي معي شائبة من هذه الشوائب. خلينا نلخص، هل القضاء التونسي مستقل ولا دخل للسياسة فيه؟ أنك تحكي لي على سؤال الأول متاعك، هل السلطة التنفيذية أمر ونهي على القضاء التونسي؟ ما عادش رئيس الجمهورية ما هوش رئيس المجلس، وزير العدل ما هوش نائب رئيس المجلس. المجلس اللي يسير القضاة هم الناس مستقلين ومنتخبين مدة 6 سنوات، إذن لا خوف على القاضي أن يحافظ على استقلاليته ويرضي الضمير ويطبق القانون. سمعنا كلام إيقاف بعض الأطراف السياسية والضغط على القضاء في فتح ملفاتهم، والأسماء كثيرة، يعني هذا مجرد إشاعات ومجرد حروب سياسية لا دخل للقضاء فيها؟ تعطيني أمثلة. مثلا شفيق جراية، مثلا نبيل القروي وغيرهم. شبيهم. هل فتحت الملفات نتاعهم بأمر سياسي؟ لا 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 لا. جاوبتك. أنا نسأل فيك، أنا ننقل مجرد أسئلة. قلت لك ليه؟
قضاة مارسوا في وظائفهم تبقى القانون. مازلت الملفات تاع الكثير منهم بصدد البحث والتحقيق، فما حتى مشكلة، مازلت في صدد البحث يعني والتحقيق. إجراءات عادية ما فهمش فيها حتى أطراف خارجية. شوف أنه الناس تمارس الحياة العامة والسياسة من حق، ولكنهم ليسوا فوق القضاء وليسوا فوق القانون وليسوا فوق العدالة. من حق القضاء ومن واجب، ومن واجب القضاء ومن واجب أنه يستنطق ويبحث السياسيين متى استوجب الأمر ذلك. سؤال أخير، هل المرفق القضائي يتمتع بكل الوسائل ليقوم بعمله على أفضل وجه، أم أن قضاتنا بلا مكاتب بلا كراسي بلا أوراق ويشتغلون بأبسط الوسائل؟ الحالة الموجودة هي حالة بين الحالتين اللي حكيت عليها أنت. لهم يعملون بدون مكاتب، هذا غير صحيح، ولهم يعملون في ظروف معناتها ميسرة ورائعة وبنت وقتها وكذا. لا، فما نوع من الضغط، فما نوع من النقص في وسائل العمل، في إمكانيات العمل، في ظروف العمل، في كثرة القضايا، مما يتجه معه مع تحسين أوضاع المادية وظروف العمل بتاع القاضي. أما ما احناش في الوضعية اللي تحكي عليها أنت، ما احناش في الوضعية الرضية اللي تحكي عليها، لا، ما احناش في وضعية مميزة، لا، في وضعية تستوجب التحسين واجبة، وأيضا الوضع المادي للقضاة لابد أن يتحسن. الزيادة الأخيرة معناتها نال منها القضاة أونيت 12 دينار في الشهر في جان في 2020. لا تروزيام ترونش، لا دوزيام ترونش متاع الزيادة في الصافية 12 دينار، هذا شيء يندل له الجبين.